عطل خروج هذه الماكينه. بالتاكيد هناك مساعدات حضراتكم والهيئه الهندسيه قبل شويه اتكلمنا على رحله الوصول لهذه النقطه يا فندم. بشكل عام انا اقول لحضرتك باختصار، انا في البدايه بهني الشعب المصري كله، المصريين، الانجاز العظيم ده، انجاز العبور الثاني مش عبور الثانيه، لان عبور الاولاني 73 احنا بنحرر افغان، النهارده العبور الثاني ان احنا بنعمر بلدنا، بنعمر سينا، وده شريان شريان الحياه بتنضخ دلوقتي في الشرق والغرب. الوطن الام مصر والسعوديه، النهارده بنناقش عشان نطلع في اقل من 3 ساعات بنكون في افغانستان. ده عبور عظيم قوي بحس بيه، بس انا عايز ارجع بالذاكره بس سنتين. ليا الشرف ان انا اكون مع السيد اللي هو كامل الوزير واحنا بننزل اول لودر في سعد الدين. كان اللودر ده نزل من التيلر على الارض، مش منهوش بعد دقيقتين ثلاثه، هي موضوعه بسرعه. تخيل الارض ديت اللي هي في سعد الدين اللي على بعد 2 3 كيلو من عندنا، ده فيها اكبر منها محوري على مساحه 5 كيلو او اطول 5 كيلو. فيها أكبر منطقة حرة صناعية يعني اللي غرز فيها اللودر على مساحة 40 مليون متر مربع، دي عامل العظمة. فيها أكبر منطقة لوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع، في مجموعة إنفاق عملاقة ضخمة. من النهارده النفق الثاني اللي بيطلع هو من الشرق للغرب، دي المصريين، دي الإعجاز اللي شفناه النهارده. بنتهز الفرصة نقدم كل الشكر والتقدير لجميع العاملين الأنفاق ومنطقة شرق بورسعيد. بقول لسيادة الرئيس حضرتك حققت حلم المصريين. كان في 28 نوفمبر 2015 كان في 5 9 في كان بيدش شعار شرق بورسعيد، كان بيعمل حاجه هناك مسؤولين في المصريين، كان تحت شعار حلم بكره. النهارده اللي هم سيادة الرئيس مشكلين حلم بكره بيتحقق على ارض الواقع. الانجازات كلها موجوده على ارض مصر كلها في جميع المجالات. عندنا بورسعيد بالنيابه عن اهل بورسعيد، بقول لحضرتك متشكرين يا فندم. ربط مدينه بورسعيد الجديده في شرق بورسعيد بمدينه بورسعيد الام، ربط مينا شرقي جديد بمينا غرب بورسعيد، ربط سينا بالوطن الفلسطيني. الف شكر يا فندم سعاده الفتاح السيسي. بدأنا وسياده الرئيس لما جه جمعنا وعمل فريق للانفاق ديت في 2014 ما كناش عارفين بعض، وكل واحد كان بيخاف اذا كان المشروع ده يتم. بدأوا فعلا من الصفر بفريق ليه حماس والطموح من اللي هو كامل الوزير ومن الشركات ومن مكاتب الاستشارية، وبدأنا فعلا في تنفيذ او ايه تخطيط المشروع ده هو. ولما بدأوا لازم تتخيلوا ارجوك واقولها بمنتهى الهدوء، علشان تبتدي مشروع زي ده لازم تعملي جسات، وعلشان تعملي بعد الجسات بتعملي تصميمات، وبعدين تعملي رسومات، وبعدين تبدأي توضبي الارض، وبعدين تبدأي تجيبي المعدات، وبعدين تبدأي تشتغلي وتحفري. كل ده تم في خلال 15 شهر موجود هنا. دي ما حصلتش حتى في اوروبا، ودي انا اقولها لك بمنتهى الصراحه، ان ما كانش في تصميمات اتعملت، تصميمات المكان ما كانش لسه موجود، وكان التربة هنا متوضبه. صعوبات بورسعيد كانت من كل ناحيه صعبه، من ناحيه فنيه صعبه، الارض طبعا معالي المحافظ هيقولها صعبه جدا، حليناها والمصريين كلهم عرفوا ازاي يعبروا التعب ده. لقينا على فكره غاز برضو من الارض ما حصلش في اوروبا، المكان ده اتصلح هنا، وبدا دلوقتي ان احنا نعرضها في مؤتمرات عالميه، يعني بنسوق المشروع، وشباب مصر هو اللي بيحبوا يقولوا المحاضرات في العالم. يعني في اول ديسمبر كانت في محاضره عن الانفاق في مصر في المانيا، اللي هو مؤتمر الانفاق العالمي، وكانت في علم مصر موجود، فدي اول مره تحصل، فده فخر لكل المصريين. انا عايز اقول طبعا ان ديت مش نهايه مشروع، دي بدايه مشاريع كبيره جدا. وعايز اقول للشباب اللي هو تم ده كانت من اول لحظه كانت نيه واوامر الرئيس، الشباب لازم يتكرر ويتعلم، ونعمل شباب هنا هو فريق كامل يعمل انفاق صنع مصر، ودي اتحققت. الشباب جه المانيا واتدرب، الشباب هنا هو اللي هو عمره ما بدا عمل انفاق بالكميات الضخمه دي، فدي كلها فخر لينا كلنا، ولازم نشكره ونقول ان احنا مش هنسيبكم كده، زمانش كده هتبقوا مربوطين.